اولا باش نعطي الحضور كاين واحد الفكره على كره السله الرياضيه. اولا حنا في حضر السيد النادي، كره السله عاشت واحد ثلاث مواسم كانت في غرفه الانعاش، ما كاينش ممارسه، ما كاينش تزاريز. ومن بعد جات الجائحه ديال كورونا، جات القاعات تشدت الى اخره. الان حنا في واحد الموسم السيد النادي وحاله انتقاليه. علاش؟ اولا لان جا هادشي بواحد السرعه فائقه، الجامعه خطرت الفرص باش تعطس واحد التاريخ اللي ما عطاناش الوقت. اولا لا نستعدوا لا بدنيا ولا تقنيا ولا ترتيبيا. يعني اول حصه كانت يوم كانوا الثلاثاء الاسبوع الفارغ، السبت كانت عندنا مقابله. يعني بالنسبه للمدرب او تقني المساله ما كتخرجش، يعني كنعرفوا خص واحد التخطيط ديال السنوي اللي كيبدا بواحد جلب اللاعبين، ثم واحد الاستعداد بدني، ثم استعداد تقني، ثم استعداد ترتيبي، ثم مباريات وديه، ثم استعداد للدخول المباريات الرسميه. هادشي ما كاينش. العكس غتكون فيها اربع شهور، يعني غنحاولوا نخدموا هاد الصعوبات هادي. الحمد لله استخدمنا اللاعبين بواحد السرعه فائقه، دينا التدريب كنحاولوا نخلطوا نوجدوا واحد الخلطه بين ما هو بدني وما هو تقني وترتيبي، باش يمكننا نهار السبت نكونوا حاضرين. الحمد لله كان اول فوز يوم السبت على فريق ميدلت. نتمنى والله نمشيو في هاد الايقاع هذا. ضروري خصنا نبدلوا هاد الوصفه هذه باش يمكننا ان شاء الله نكونوا، لان ما كاينش توقف، ما يكونش لا توقف ما كاينش مجال. الله اكبر. الوغ خصنا نكونوا عارفين الواقع ديال كرة السلة الوطنية هاد السنة. حيت شتي قلت لكم المشروع ديالنا الآن هو تأسيس لمشروع قادم ديال السنوات اللي مات، ربما سنة وربما سنتين. يعني كنحاولوا نستقطبوا اللاعبين بواحد العمر كيتجاوز 23 سنة. أول حاجة لأن اللاعبين اللي كيجيو عندنا إن شاء الله يبقوا معنا، يعني كي تجي تستقطب اللاعب يبقى معك 3 شهور يمشي لحالو. داكور؟ يعني مجموعة الصعوبة نحط لكم واحد الفكرة ولو شابينة في المشروع. هناك شيء آخر بالنسبة للأخ اللي سولني على المسائل البشرية، دائما فريق العرائش عنده العنصر البشري في كرة السلة. ومدينة العرائش هي معروفة بكرة السلة. حنا في اتحاد طنجة كندوز كنلعب وكنستخدموا لاعبين يمارسوا معنا في القسم الوطني الأولي. دائما للأسف القاعات الرياضية أو الغياب وانعدام القاعات الرياضية أو الملاعب الرياضية في مدينة العرائش خصوصا كرة السلة ما قدرتش تستقبل الناس المسؤولين باش يكونوا مدارس باش يعملوا مجموعة ديال الأنشطة سواء رياضية سواء اجتماعية، لأن الآن المشاريع ديال الأطفال تكون اجتماعية رياضية. للأسف كل شيء عنده علاقة بتأسيس أو بناء أو افتتاح القاعة المغطى، اللي عطينا مجموعة من المسائل يمكن اللي تعمل واحد من الفريق، يمكن اللي تعمل فئات عمرية، فبعد حنا نشارك في المنافسة ديال الوسطى والمنافسة الوطنية. هادشي كامل عنده علاقة بالجانب ديال الملاعب اللي هو القاعة المغطى. كرة السلة واحد الرياضة اللي هي مدرسية ولا جامعية يمكنلاش تمارس الملعب ديال العمارة ديال الملاعب. يعني مجموعة من المسائل كنظن ان شاء الله المسؤولين هما واعيين بالمسؤولية هذه. وجود القاعة ماشي بالنسبة للفريق الكبار، حتى بالنسبة للأطفال الكبيرة. دابا نأسسوا الفريق كيمثل مدينة العرائش، دابا 10 سنين خصنا دابا نبداو نفتحوا المدارس ونجيبوا أطر التقنية اللي هي في المستوى. ما نعملوش أطر هي مثلا ولا علاقة بكرة السلة، لأن هذاك المؤطر ولا هذاك المدرب ديال الفئات العمرية خصو يكون مكون وعنده شواهد باش لأنه يجمع ما هو تربوي وما هو رياضي. هادشي اللي كاين. نتمنى الله نكون جاوبت بالاجمال للمسائل التقنيه. شكرا.